الراديو 90 90 هواها مصري. بسم الله الرحمن الرحيم، ودائما بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بحضراتكم، حلقة جديدة من باب رزق على راديو 90 90 هواها مصري. النهاردة الخميس، حلقة الخميس دايما بندور على طاقة أمل كده، طاقة نور. ومفيش أجمل من طاقة أمل وطاقة نور بعد يوم ممطر جميل خلى كل الحاجات كده تتغسل. ويا رب كل حاجة فعلا في حياتنا يعني المطر يغسلها بما فيها قلوبنا إن شاء الله، أهم حاجة متهيألي. أهلا بيكم في حلقة الخميس من باب رزق، ودايما برضو في حلقة الخميس من باب رزق بنستعد لأجازة قصيرة. ودايما بنقول في الأجازات بتبقى فرصة جميلة أننا نعيد ترتيب أوراقنا، نعيد رؤية إيه اللي عملناه في أسبوع فات ولنفسنا نعمل إيه في الأسبوع اللي جاي، خاصة أن إحنا يعني على بعد عتبات صغيرة جدا من سنة جديدة. فديسمبر هو شهر في تقديري، شهر الحساب، شهر الأحلام، شهر أنك أنت تقدر تعمل أجندة جديدة، تشوف تقدر تعمل بيها وفيها إيه في سنة جديدة إن شاء الله. دايما خلي عندك آمال وأحلام وخطط عشان تقدر على الأقل نفذت منها 10 من 10 تبقى شاطر جدا، 9 من 10 برضو تبقى شاطر، 5 من 10 برضو تبقى شاطر. النجاح يمكن لغاية 3 و4 من 10 ده شيء عظيم جدا. نبدأ حلقتنا النهاردة، ضيوفي يعني عاملين قصة نجاح حلو، ويعني هم كل الغرض النبيل اللي هم عملوه هم مدوا ايدهم في هويتنا المصرية الجميلة وراحوا للتراث الصعيد اللي احنا غافلين عنه، التراث الجميل. وقرروا ثلاث سيدات ان هم ياخدوا هذا التراث الجميل المركون المنسي ويرجعه لنا تاني في 2018، مش بس على مستوى مصر، على مستوى العالم كله. خلوني ارحب بيهم دكتورة علا حمدي، استاذ مساعد في قسم الخزف في كلية الفنون التطبيقية. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بيكي. دكتورة مروة خفاجي، استاذ مساعد في قسم الفوتوغرافيا والسينما والتلفزيون في كلية الفنون التطبيقية. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. في طبعا حد ثالث وللاسف مش معانا، دكتورة هبة سليم، استاذ مساعد في قسم الحلي والمعادن. كلام جميل، تيجوا نبدا. انا اولا عايز اقول لكل بيسمعنا ممكن تدخلوا على صفحة الراديو 90 90 تشوفوا احنا بنتكلم عن ايه، المنتج اللي احنا بنتكلم عليه، الهوية الصعيدية الجميلة المصرية اللي تحولت الى منتجات جميلة جدا جدا موجودة معايا في الاستوديو. خليني ابدأ بالحكاية. دكتورة مروة، بدأتوا ازاي؟ جمعتوا ازاي؟ يعني هي التجميع، احنا اولا اصدقاء في الكلية، بس اللي كان بيجمعنا ان احنا يعني كلنا مهتمين بفكرة التراث، خدمة المجتمع. فالفكرة بدأنا نقدم المشروع في كذا جهة علشان نبدأ نعمل مراكز للتصميم في الصعيد. احنا طبعا كلنا عارفين ان الصعيد من المناطق المنسية عندنا في مصر، ويعني من اكتر الحتت الفقيرة في مصر، فكان محتاج مشروع ياخد بإيد الناس اللي هناك ويقوي الحرف اليدوية ويغير حياة الناس إلى حد كبير، يتجمعوا على حرفة هم متقنينها وقادرين يدوا فيها بشكل مختلف. بدأنا نفكر ونطرح الموضوع ده على كذا جهة، وبعدين في الآخر لقينا الموضوع صعب، مش كل الناس مقتنعة بالفكرة وإن هم يخشوا في مجال الصعيد ده بالذات. يعني مستبعدينه يعني ولا ايه؟ مش عنا انتوا غرضكم بدأ ومستمر. طبعا هو غرض نبيل جدا انه مساعدة تحديدا يمكن من خلال حلقاتنا في باب رزق السيدات المكافحات من اهلنا في الصعيد اللي بيقعدوا في البيت يعملوا التلي ويعملوا الحاجات الجميلة والنقوش الصعيدية الجميلة. فالهدف الخيري ده دكتورة علا حمدي هو اللي بدأتوا بيه، هو اللي شجعكم انكم تقعدوا انتوا الثلاثة عشان تفكروا بهذا المشروع. يعني ده يعني نقطة البداية، بداية الفكرة بتاعتنا ابتدت ازاي؟ ان احنا كلنا تخصصاتنا اساس التصميم وبندرس ده بشكل اكاديمي للطلبة والخريجين، وبعدين لقينا ان الحرف اليدوية هو طول الوقت هو بيشتغل حاجة نقوش ورموز وحافظها، بس هو ما بيشتغلش في حتة التصميم خالص، لان هو ممكن يطور من حرفته وينميها. ده الطالب ده لا
طالب الحرف. الحرفي. احنا ده لفتنا الطالب اللي انتوا بتدرسوه له برضه لا بيدرس ديزاينر وبيطلع ديزاينر شاطر وكله كويس، بس برضه هو مازال منفصل عن الفئه بتاعه الصعيد. فاحنا الفكره جات لنا ان احنا ليه ما ناخدش من التراث ونشتغل بيه الاول، وبعد كده لما يبقى في ثقه بيننا وبين الحرفي ان هو احنا نعمله زي ريديزاين، نعمل تجمعات جديده للموتيفات دي. احنا هنحافظ على الهويه بس هنعمل تصميمات بشكل جديد، او نقلل شويه من التفاصيل الكتير اللي ما بنحطوها مع بعض. هي حافظه يعني، هو بيقعد حافظ بيعمل اللي هو حافظه، بس لو انت اديته اشكال جديده او تصميمات جديده او افكار او ترتيب جديد للي هو بيعمله، هو نفسه بيلاقي نفسه ان هو ابتدت الدنيا تتفتح معاه، مش هو اللي حافظه على طول بيعمله. فالفكره تدينا كانت فكره مروه كمان اتحمست جدا للتالي، لانها حرفه نسائيه يعني اللي بيطرزوا هم ستات الصعيد وبنات الصعيد من 12 13 سنه بيقدروا يشتغلوا. ابتدينا نتكلم تالي والموتيفات اللي فيه ابتدينا نتكلم مع بعض. رحنا سافرنا اسيوط، واصراحه اتعرفنا هناك على شخص رائع، هو فنان اسمه سعد زغلول، عامل هناك حرفه بيت التلي، وهو اللي يعني بيدرب البنات هناك في الصعيد وبيفتح لهم ابواب رزق. لو واحده امراه معيله بنت ما ظروفها مش مساعداها، فهو ابتدينا نتكلم هناك معاه، وابتدينا بقى احنا بحرفتنا يعني احنا كبقى يعني كطابع اكاديمي احنا ابتدينا ندرس الموضوع بشكل نظري كمان. يعني حتى احنا عملنا عليه بحث واتنشر ان احنا جبنا اساس الحرفه ازاي ومين كل حرفة من دول. التلي وده الخزف بالزبط. وده الجلود، وفي عنده في الحلي والحلي. فعملتوا كمان بحوث بما انكم بقى يعني بنوثق يعني اكاديميين فبتوثقوا ده. ايه تراثنا بقى، وايه ازاي ابتدى، وكان ازاي ان هو خيوط فضه اصيله، ومين كان بيلبسه ايام زمان الفنانين، وان ده كان طبقه الاغنيه بس. ده بالنسبه للتلي. التلي ده انا بحبه جدا وعملت عنه حلقات كتير، واعتقد انه هو بدا بخيوط فضه خالصه وذهب خالص. دي حقيقة. وكانت الناس الاغنياء جدا يلبسوه، الفنانين وممثلاتهم يلبسوه، وبعد كده ابتدى سعره يغلى جدا، فابتدى يعملوا بخيوط نحاس مطليه فضه يعالجوها يعني. بس كده كولكشن او كولكشن. قبل ما اطلع فاصل الاولاني لينا، عايز اعرف حضرتك قلتي احنا حاولنا ان احنا نحافظ على الموتيفات الصعيدي اللي هي الاشكال يعني البلدي كده، الاشكال اللي بتترسم على الخزف وعلى التلي وعلى الجلد وعلى الحلي. كم موتيفه لقيته؟ كم موتيفه ولا دي مش في العدد؟ لا ده كتير جدا كتير جدا، ومنتشره يعني في موتيفات اسلامي وفي موتيفات عصر فرعوني والمسيحي قبطي، فيعني كل واحد بياخدها، كل ست المفروض بتاخدها، لان هي الفكره ان دي بيتوارثوها فستان الفرح بتاع العروسه والطرحه بتاعتها، فكانت الام بتشتغله لها ومن وهي صغيره، فبتحكي قصه حياتها على الطرحه او يا سلام يا سلام. كل موتيف رمز وليه مدلول ثقافي. طيب هل حضراتكم كاكاديميين في كليه الفنون التطبيقيه عملتوا، حضراتكم قلتوا عملتوا دراسه، هل عملتوا توثيق؟ يعني هل دلوقتي لو قلنا عايزين نشوف ال100 موتيف دول، هل موجودين بتاريخهم بتحليلهم ولا ده؟ وبنحاول ان احنا نحطها على المنتجات بتاعتنا، يعني من الناحيه التعريفيه للمنتجات للثقافه بتاعتنا بنحط زي ليبل كده على كل كل عظيم منتج ومحطوط يعني اشهر قصتها في بالظبط. نفسي ان احنا نوثقها بشكل كمان اكتر من كده يوصل لكل الناس اللي مش بالضروره بيكونوا بيشتروا او بيستهلكوا المنتج، يوصل يعرفوا كل موتيفه شكلها ايه وجايه منين وايه حكايتها. تيجي نعمل ده في باب رزق؟ يلا نعمله باب رزق. نطلع فاصل ونرجع نكمل الحكايه الجميله بجد، واجمل ما فيها زي ما انا بقول لحضراتكم دايما في باب رزق، انها بنمد ايدنا لتاريخنا وتراثنا وعاداتنا وتقاليدنا ونعمل حاجه جميله غاليه، وغاليه يعني غاليه في القيمه. نطلع فاصل ونعود. مفيش حاجة صعبة، المهم اننا نقعد ونفكر ونحلم ونقرر، ويبقى عندنا رغبة اننا نحقق اللي احنا بنحلم بيه، وبعدنا ارادة وعندنا الحياح. اكيد في حاجات كتيرة بنفكر فيها، خطاوي بنفكر فيها، لكن ممكن اول خطوة نقع، اول خطوة نفشل، لكن بتكرار التجارب بتكرار الحلم اننا نوصل اللي احنا عايزينه، بنعمل اللي احنا عايزينه فعلا طبق الاصل، واحسن كمان احسن كمان، لانه ربنا ما بيضيعش ابدا جهد حد ابدا، دايما الحاجات اللي بنعملها حتى لو حكايات فشل بتتحط في الحصالة، لما بتيجي تكرر تجربتك تاني عشان تنجح بيجيلك القديم والجديد وتاخد كل الرصيد. ده يعني قناعتي الشخصية. والنهاردة اعتقد دي نفس الحكاية اللي احنا بنحكيها، ثلاث سيدات من مصر في كلية فنون التطبيقية مدوا ايدهم
لحاجات مهملة ومنسية في صعيد مصر، من التلي، من الخزف، من الفخار، من الجلود، من الحلي، ورجعوها لنا تاني في حاجة فعلا جميلة وتستحق اننا نبص عليها بشكل جيد، وتستحق ان احنا نسمع حكايتهم، تستحق كمان ان احنا نشجعهم من خلال الحرف اليدوية اللي احنا دايما يعني الداعم الرئيسي بيها في مبرز. دكتورة علا حمدي ودكتورة مروة خفاجي ضيوفي النهاردة، وفايتة مننا الدكتورة هبة سليم ان شاء الله يعني شريكتكم الثالثة في الحلم. بدأتوا من سنة مظبوط؟ يعني اكيد في لحظه كده، في لحظه تلاقي انكم يعني فجاه انتوا بتشوفوا بعض يمكن في كليه الفنون التطبيقيه، لكن في لحظه تلاقي اللي احنا عايزين نعمل هذا المشروع الخيري كبدايه وبعدين يتحول لمشروع جميل زي اللي حضراتكم عاملينه. بداتوا بايه؟ بالتلي. كان اول اختيار لينا ان احنا نبتدي باول حاجه تراثيه كانت حرفه التلي، وبعد كده قلنا نعمل منها اول كوليكشن، وكان هدفنا ان احنا نعمل منتجات كتير كلها ليها انعكاس من ثقافه التلي. يعني الناس كلها عارفه التلي ان هو بيلبسوه مثلا كشال او سواريه او لبس عبايات يعني، فاحنا ابتدينا نقول لا، عايزين الموتيفات بتاعه التلي عشان الناس تعرفها وتبقى يعني عارفه ايه الموتيفه دي، ان هي موتيفه مصريه اصيله جدا، بترجع حاجات للتاريخ الفرعوني، في حاجات للقبطي، وفي حاجات منها موتيفات ممكن تبقى اللي هي الشعبي اللي هو الفن اللي بنقول عليه اللي هو يعني بيبقى مخلط كل الفنون المصريه الاصيله فعلا يعني. فعملناها على الشنط في شكل نحاس، عملناها في اكسسوارات فضه، عملنا بعض المنتجات اكسسوارات برضو بالنحاس، وعملناها على الاطباق الخزف. يعني الناس ما كانت بتشوف الطبق الخزف كانت بتبقى مستغربه ان هو ليه ملمس، فنقعد نقول لهم لا، عشان احنا هدفنا ان احنا ده كوليكشن بيعكس ثقافه اسمها التلي. فابتدت الناس كلها تبتدي تسال ايه التلي، اللي عارف التلي كشكل اللي هو العادي الشال المعروف عارفه، انما اللي مش عارف ايه هو ده ابتدت الناس تبقى عارفه التلي. وفي ناس تقول لنا طب ما تعملوا نفس التلي بالالوان بتاعته الفضه والذهب على الخزف. دي من ضمن الحاجات اللي جات لنا. طب يا ريت يلا نشوف الكلام ده يعني فعلا، يعني دي من ضمن الافكار اللي يعني هو الميزه عند حضراتكم انكم يعني فاهمين ازاي تقدروا تاخدوا كل ما هو قديم ده وتشوفوا ايه الاساليب الحديثه اللي ممكن تنفذها. يعني الفكره اللي حضرتك بتقوليها الدكتوره علا صعب يمكن كان تنفذها في وقت سابق، بالشكل علمي دكتوره مروه خفاجي اكيد تقدروا انكم فعلا تنفذوها على الاطباق وتنفذوها على شنط وتنفذوها في الحلي. هي اكتر حاجه كانت مضايقانه ان يعني القيمه جماليه زي القيمه بتاعه التلي مش معروفه حتى جوه مصر. فيعني اي حد نساله يعني ايه تلي ما يعرفش حتى نوعيه القماش ولا التطريز ولا يعرف يعني ايه تلي اصلا خالص. ممكن يقول لك تلي يعني تلي يعني تل يعني بالظبط. فهي حتى كده. فكره ان احنا عندنا تنوع كبير قوي في الثقافات وفي الحرف اللي موجوده ومش معروفه حتى لينا، فدي من اكتر الحاجات اللي حفزتنا قوي ان احنا نبدا ناخد من تراثنا ونبدا نصيغه بشكل جديد ونعرفه للناس بشكل يرضيهم كمان. الحقيقه دكتوره مروه خفاجي استاذ المساعد في كليه الفنون التطبيقيه، عندكم مهمه صعبه جدا، يعني مهمه انكم تجمعوا كل الموتيفات يعني الاشكال المصريه الصعيديه الجنوبيه وتجمعوها وتعيدوها تاني لاجيال جديده ما تعرفهاش خالص. رأي إنها مهمة صعبة بس مش مستحيلة. لا خالص. عندكم طموح إنكم تكملوا في ده يعني إنكم لا طموح قوي جدا وكل ما الواحد بيقرأ وبيسمع الناس القدام وهما بيتكلموا عن الحرفة وقد إيه هي بتحكي قصص وحكايات، يعني الشال بتاع التلي ده بيحكي حكاية الأم، هو المفروض شال عروسة الأم بتطرزه من يوم ولادة بنتها وبتحكي عليه بالرموز دي، بتحكي تاريخ حياتها، فكل رمز من دول وراه حكاية الواحد يحب يسمعها يعني بتجيب الشال نشوف كده احنا هنا بنحتفل بالسبوع، هم بقى ياخد لا ده بتعمل مشاهد العرس بتاعتها الهودج والجمل المحمل والمحمل بتاعها بالظبط، ولازم تقعد تطرز كده يعني يا جماعه والله تطريز لا صعب وثقافتنا جدا. وثقافتنا احنا عندنا الثقافه الشعبيه بتاعتنا الحسد، فهي لازم تقفل الشال بالمثلث اللي هو الحجاب ان يحفظ فين بقى المثلث اللي هو هنا هو ده في الفن الشعبي المثلثات دي اللي بتبتدي بتقفل الشال بيها دي عشان الحجاب حلو بيسموها الحراس، العيون الشريره وبيسموها الحراس.
فدي حاجة جميلة يعني. تخيل لما الناس تبقى عارفة لا هي جميلة قوي ان احنا ده كان هدفنا، ازاي الثراء الفظيع في الثقافة بتاعتنا وان اجيالنا مش عارفة ده يعني. طب احنا ننشره ازاي؟ فقلنا نخليه في منتجات كتير تبقى متناول، ممكن اعمل محفظة الراجل فشيلها فعارف يعني عليها الموتيفا، فبقت الثقافة بتنتشر في المنتجات كتير جدا في المهنة، افكار كتير جدا. يا ريت تعملوا ده. والحقيقة لازم اقول لحضراتكم انه المنتج جيد جدا، وفي نفس الوقت الاسعار مش غالية. انا مش هقول اسعار، لكن الحقيقي الاسعار يعني حلوة في حاجة لها القيمة دي يعني. انا ما سألتكم يمكن في الفاصل عن الاسعار، لا الاسعار معقولة جدا حقيقي. فايه تاني بتفكروا فيه واحلام تانية نفسكم تعملوها؟ انتوا عاملين دلوقتي الخزف اهو للزينة تعلق، وبرضو في المثلث بتاع الحسد فده مهم، والتلي والحلي الشنط والمحافظ، ايه تاني بتفكروا فيه؟ احنا عندنا كان ده الهدف بتاعنا، اول هدف احنا عملناه ان احنا كان عن نفسنا نعمل براند مجرد ما تشوفه في اي حته في العالم تقول ان ده مصري، ما تقولش اسمه ايه، بس هو زي ما تشوف يعني زي ما تشوف الشغل الهندي فتقول ده شغل هندي. فاحنا كان بدايه حلمنا كده، تبقى في مجموعه منتجات بتنزل في اي كوليكشن. عملناها المره دي من تلي، عملناها المره الجايه من سيوة، عملناها المره اللي بعدها من شغل بتوع الوادي الجديد من بتوع مطروح. انتوا تخرجوا عن الصعيد كمان، الابروتشز كتير عندنا يعني. تخرجوا عن الصعيد، مش هتكتفوا بالشغل الصعيد. احنا الهدف بتاعنا اللي هو ان احنا نعمل ثقافه، احنا عشان عندنا محافظات كتير وفي كل محافظه ليها كيان وليها ثقافه وليها تاريخ، احنا كان نفسنا نترجم كل ده في منتجات كتير، بس لما يتعرض في اي مكان في العالم يعني هدفنا يطلع يوصل لبره ان تشوف تقول ده براند مصري ويعبر عن هويتنا. يعني ده كان ده حلمنا الاول، حلم قعدناه. بصي لازم اقول لك الحقيقه انه يمكن كان ضيوفي هنا في الاستوديو على مدى ال 100 يوم اللي فاتوا حقيقي ناس كتير بتحب مصر جدا، بتحب التراث والثقافه والاصول المصريه، وايديهم وصلت النوبه والاقصر والبحر الاحمر وسيوة وحضراتكم اسيوط وسوهاج. لا الحقيقه يعني احنا بلدنا فعلا غنيه جدا، ونرجو اننا كلنا نشجع ازاي نقدر نرجع ده للاجيال الجديده. مهم جدا الاجيال الجديده. الشنط حقيقة اللي انتوا عاملينها فيها الذوق بتاع جيل الجديد يعني، ما هياش حاجه مثلا قديمه، لكن هو ده الهدف يعني. حتى في الفاشون احنا اللبس حولناه الكاجوال سواريه ناس عشان الجيل الجديد. انا هستاذن حضراتكم نرجع نكمل الحكايه اكيد الجميله المصريه بعد رفع اذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينه القاهره. دكتورة علا حمدي، دكتورة مروة خفاجي، دكتورة هبة سليم، ثلاثة في كلية الفنون التطبيقية، حكاية ثلاث سيدات من مصر قررنا ان هم يجيبوا كل البهجة الصعيدية الجنوبية والموتيفات والأشكال والحاجات الجميلة المنسية تاني وتالت ورابع، حول المنسية، الخسارة انها منسية اللي محطوطه في نطاق ضيق جدا من الانتشار، وان هم يعملوا بيها منتجات يقدروا يوصلوا بيها لكل الناس، لاجيال جديده، للخارج. فده حاجه يعني انا شخصيا متحمس لهم. لكن هم بعد تجربه سنه يعني دكتوره مروه، تقييمك ايه للي انتوا عملتوه؟ هل محتاجين دعم اكتر من كده؟ محتاجين مساعده اكتر من كده؟ يعني انا اولا سعيده جدا بالتجربه، سعيدة من تقبل الناس ليها والتفاعل معاها، وقد ايه حاسة ان هي اثرت في الناس اللي اتعاملوا معانا. على نطاقنا برضو بقول ان هو صغير، قدرنا نغير ونعرف جزء من تاريخنا الناس اللي حبوا الشغل بتاعنا وكده. اثرتوا كمان في الحرفيين اللي اشتغلتوا معاهم اكيد، وحقيقي يعني غيرناهم الى حد كبير. طبعا الموضوع محتاج دعم، محتاج استمرارية، محتاج ان هو يكبر ونوصل للحرف من كل المحافظات زي ما دكتور علا قالت. احنا عندنا تراث ضخم، وللأسف زي ما حضرتك قلت برضو ان هو منسي. حرفة التلي دي كانت من 10 سنين هتنقرض، ومش لولا استاذ سعد زغلول في الفنان التشكيلي في اسيوط. فالخوف بقى ان الحاجات دي تتنسي. انا عندي امل انها ما تتنسيش يعني. انا ابتديت احس ان لا احنا ممكن نرجع، وممكن جدا الاجيال الجديده تحبها وتتقبلها، ودي جزء مهم. طالما في يعني حد هيتقبلها من الاجيال الجديده نقدر ان احنا نشتغل عليها ونطور الحرفي. دكتوره علا حمدي، يعني حضرتك شايفه انه بوجودك مع طلبه في كليه الفنون التطبيقيه ده جزء اكاديمي، وموجودك
في مع الحرفيين بتدوري عليهم زي ما حضرتك قلت لي يمكن في الفاصل بتدوروا عليهم يعني كده ايه عشان تشوفوا اللي يقدر يعمل حاجه جيده. التركيبه دي بحماسكم كتلات سيدات في كليه الفنون التطبيقيه تقدروا يعني تاخدوا بقى في 2019 خطوه اكبر يبقى في معاكم مساعدين وفي حرفيين هم دول اللي فعلا بتشتغلوا معاهم اكتر تطلعوا منتج اكتر تسويق اخباره ايه؟ احنا يعني فعلا هو في ناس احنا يعني اتفاجئنا بصراحه بردود الافعال ان في ناس كتير قوي عجبتهم فكره ان احنا ثلاثه وازاي احنا ثلاثه مختلفين جدا في المجالات بتاعتنا وقدرنا ان احنا نتفق فوتوغرافيا بالظبط حلي ومعادن واتفاجئوا ان احنا كمان بنعمل كوليكشن فاشن يعني كمان ضفنا على تخصصاتنا وعملنا فاشن. التجربه دي فتحت لناس كتير احنا في شباب كتير قوي ديزاينر صغيرين اخذوا من نفس الفكره بتاعتنا وابتدوا يعني اتحمسوا للفكره وابتدوا يشتغلوا. في طلبه جم عرضوا علينا انهم يدخلوا معانا ويساعدونا. في حرفيين بقوا حابين ان هم يقولوا لنا طب احنا عايزين نشتغل معاكم. يعني الموضوع ممكن هيكبر بشكل كبير قوي وكمان احنا ممكن زي بقول لحضرتك ممكن نكمل السنه دي مثلا في التالي دي ممكن نفاجئ الناس بكوليكشن جديد خالص بس حاجه تراثيه برضو مش مفهاش مش الناس مش مركزه قوي معاه بتشوفها بشكل عابر جدا يعني. فهي فكره شغلانه الديزاينر الافكار ما توقفش افكار على طول مستمره هو دايما هو اللي بيجيب الافكار. بصي انا عايز اقول لحضرتك على حاجه يمكن تجربتكم تجربه فريده لانه انتوا بتجمعوا يعني الجزء الاكاديمي وثلاث تخصصات مختلفه ده حقيقي. يمكن دايما ضيوفي بيكونوا يا اما ممكن يبقوا اكاديمي لكن في تخصص معين فبيبص للحكايه من ايه من منظور يعني واحد كده. اللي حضراتكم بتقولوه انكم تبداوا كمان تشوفوا بره سوهاج وبره اسيوط تشوفوا موتيفات من سيوة تشوفوا موتيفات من النوبه مثلا والوادي الجديد. هل فكرتوا في انكم بتخصصاتكم تعملوا حاله من المزج ما بين الموتيفات يعني السيوي النوبي السوهاجي يبقى في حاله من المزج اخد كده حاجه فيها كل الموتيفات بتاعه بلدنا؟ فكرت دي فكره هايله. لا ده احنا هناخدها من حضرتك. لا احنا هقول لك مش عايز حاجه انا عايز باب رزق بس ايه. لا احنا كنا يعني هقول لحضرتك حاجه احنا كمان من ضمن الحاجات احنا مثلا عملنا من التلي عملنا التلي هو غالي قوي يعني طبعا. فمروه دي كانت فكره مروه جت في المخ ان احنا بنطلع من القصائص الفضله بينا نعمل باتش ورك وعملنا شنطه طلعت روعه. فهي ان احنا نعمل دم عشان الناس برضو تبقى فن القصائص فن القصائص ان تاخدي القصائص طلعت قيمه جدا تغزلوها كده تاني ونعملها في تصميم تاني يعني نجمع اليونتس مع بعض خياطه وبخياطه خياطه ولا بتبقى لا خياطه بس في بعضها خياطه يعني زي قريبه شويه من الخيامين يعني نجمع الحاجات جنب بعض بس تدي في الاخر تدي شكل كويس. عملناها وطلعت حلوه قوي. احنا عشان لسه ما بداناش في الكوليكشن الجديد بتاعنا عملتوا بيها شنط قماش تمام بس دي لسه ما نزلناش حتى على شغلنا على الصفحه. فالفكره كلها احنا لسه ما بداناش في كوليكشن جديد. لو ما بنبتدي في كوليكشن جديد الواحد مع لما الدماغ بتقعد شغاله وتفكر انت لوحدك بتلاقي تقدر تعمل ربط بين الاثنين بالحاجتين الاثنين يعني. بس احنا لسه ما ابتديناش في ان احنا نسيب التالي لانه دي الفرصه التجربه دي اللي بتجمعكم انتوا الثلاثه يعني في تخصصات مختلفه دي الفرصه الوحيده اللي تقدروا تعملوا بيها المنتج الجديد يعني. الحاجه الثانيه عايز اقول لحضراتكم برضو كل بيجي بيبقى مشكلته التسويق. يعني المنتج تسويقه ازاي؟ في ابتدت الدوله تعمل من خلال جهاز الحرف اليدويه المعارض اشتركوا في المعارض؟ بنشترك اشتركنا في كذا معرض للصناعات اليدويه وهو ده اللي احنا قابلنا فيه الناس وبداوا يتفاعلوا معانا بشكل كويس قوي. الناس كمستهلك مستهلكين بس هو المستهلك بتاع المعارض ده مختلف لانه من الناس المهتمه بالصناعات اليدويه والحرف اليدويه اي حد بيروح لا خالص فدي من الحاجات اللي احنا عرفنا نقيم بيها شغلنا من عظيم يعني الناس بتفهم قيمه اللي هم بياخدوه بيقعدوا يناقشوك وده ايه فبنقول لهم ثقافه مختلفه حقيقي. حدوته مختلفة. كم معرض في السنة؟ أنا أعتقد ثلاث أو أربع معارض. إحنا نزلنا ثلاث معارض. البعض بيشتكي عكس الشكوى العادية إن المعارض دي كتير على إن هو يقدر ينتج لها منتج جيد. غالية. يعني غالية. لا أنا بتكلم على كتير كمان يعني شايفين إنه معرضين في السنة كفاية لأن دي معروضات حاجات يدوية فيا دوبك. هي السنة دي الصراحة كانت كتير قوي يعني السنة دي كان في معرض شهر 9 وراه واحد في شهر 10 وبعدين وراه في شهر 11 اضطروا يعني يأجلوا بتاع 11 اضطروا يأجلوا بتاع 11 يعملوا في 12 أنا شايفة إن غالي بقى في الإيجار المكان إيجار المكان
كم بكام ايجار المكان؟ تاخدي ايه؟ انت محتاجه مثلا ايه؟ 3 متر في 3 متر مثلا؟ اه حقيقي احنا كنا بننزل كده في الاول. 3 متر مربع بكام؟ يعني الرينج بيختلف من 15 متهيألي دلوقتي بقى اكتر. يعني 15000 طبعا 15. كتير جدا على كام مش يوم؟ المتر مش المتر ال 15000 برضو كتير على 15 ل 20000 باربع ايام او خمس اربع ايام. فبالتالي اكيد بتضطر تحملوهم على السعر. هو احنا ما عملناش كده الصراحه يعني لحد ما حضراتكم او كانت دي من ضمن ال طب ايه تاني طرق التسويق؟ السوشيال ميديا اونلاين، الحاجات الاونلاين. وعملنا احنا عندنا الويب سايت بتاعنا، بس محتاجين ده بقى احنا محتاجين نجيب حد يمسكه. يعني احنا كل حاجه بنعملها بنفسنا، بس الويب سايت ده احنا قررنا احنا هنجيب حد ان شاء الله هو اللي يبقى ماسك الويب سايت اكيد يعمل خلاله. يعني اللي انتوا اعتمدتوا على نفسكم كراس مال. تمام. رجع ولا خسرته؟ ما خسرناش، بس ما كسبتوش. بس ما كسبناش. والمجهود اللي اتعمل ما ادالكوش يعني ربح مجهود سنه اللي بداتوا فيه. تصوركم، تعالوا نتخيل كده، في ناس كتير الحقيقه من ضيوف باب رزق كانوا شايفين ان الدوله تهتم اكتر بالحرف اليدويه، وان في وزاره للحرف اليدويه زي الهند مثلا. الهند بتصدر 6-7 مليار دولار في السنه. هل تصوركم يعني لو افترضنا ان احنا عملنا مؤتمر كبير حضراتكم موجودين فيه عشان تقولوا ازاي ندعم الحرف اليدويه، يكون ايه مطالبكم؟ هي فكره التدريب دي من اهم يعني اهم نقطه. انا كنت لسه الاسبوع اللي فات في سيوه، ومن اخر زياره للزياره اللي فاتت دي انا لاحظت تدني قوي مستوى الحرف اليدويه. يعني في خلال يعني سنتين، فرق سنتين بس الحاجات اللي انا يعني فرق قوي، فرق ملحوظ بالعين. حتى انا قعدت اتكلمت معاهم فقالوا لي التكلفه مع الوقت اللي بيتاخد عشان مثلا الشال يتعمل. ففكره التسويق طبعا دي مهمه، التدريب، النقطتين دول من والتدريب. تمام. خامات والخامات. خامات غليط. دكتورة مروة خفاجي، بما انك بتدرسي الفوتوغرافيا والسينما والتلفزيون في كلية فنون تطبيقية، فكان عندك حلم، كان الدكتورة علا بتقول انه تعملوا افلام توثيقية لكل هذه الحرف اليدوية. ايه الغرض منها وليه ما اتعملتش؟ هي الفكرة عموما توثيق للفن المصري بشكل عام، بالذات المعاصر لانه مش متوثق اطلاقا، وطبعا هيبقى جزء منه الحرف اليدويه. ده حلم محتاج بس شويه امكانيات وتفرغ شويه، بس يعني في دماغي. تفرغ ولا امكانيات؟ الاثنين. هل كليه فنون تطبيقيه يعني مش ده جزء من دورها في الحكايه انها توفر ده، يعني عشان حتى يعني يبقى ليها دور مجتمعي، ولا ده عمليه صعبه؟ احنا بنقوم طبعا بده في 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 بالذات في المشاريع بتاعه الطلاب اللي احنا بنطرحها، لكن الموضوع عايز يتحط له خطه، يعني خطه توثيقيه يعني عامه. دكتوره علا حمدي، الحقيقه يعني احنا من خلال باب رزق في حلقاتنا والمواسم كلها اللي فاتت بنحاول ان احنا نعمل خريطه كامله للحرف اليدويه في مصر، يعني تبقى موجوده وموثقه، عشان نبدا بعد كده المرحله اللي حضراتكم بتحلموا بيها، مرحله بقى التوثيق بالصوره. تصورك كده يعني في كام حرفه يدويه في مصر موجوده دلوقتي ما انقرضتش لسه؟ لا، في عندنا حرف كتير قوي. يعني احنا مثلا عندنا الحرف بتاعه الخياميه، عندنا التلي، عندنا حرف الصدف اللي هو التشكيل بالصدف اللي بيعملوا منه العلب اللي هي متطعمه بالصدف. الصدف المصري. عندنا حرفه اللي هي خرط الارابيسك اللي هو خرط الخشب، دي من الحرف الرائعه، وللاسف الصناعيه بتوعها قليلين قوي. اللي هو بيعرف يعمل الموتيفات بتاعه الارابيسك دي ويجمعها، يعني دي احنا دي تحطها في اي حته في العالم يتقال عليها ده منتج مصري، يعني ده بيعكس الهويه. والخيامية ما ينفعش ان هو والتلي منتج مصري. والتلي يعني. الفخار بتاع مصر، احنا الخزف بتاع مصر خزف مميز برضه، يعني تشوف شكل بتاعنا تقول ده مصري، تبص على الخزف بتاع تونس هو ليه الهويه بتاعته. من الحرف كمان عندنا اللي برضه من الحاجات اللي هي، بس صراحه الحرف دي كلها تقريبا يعني متجمعه في مركز الفسطاط، بس برضه مركز الفسطاط تبع وزاره الثقافه. بس هو في تعقيدات كتير يعني. برضه مشكله خامات، الخامات ما بتبقاش متوفره بشكل كبير.
الله الواحد بيتعجب ساعات يبقى عندنا كل احنا عندنا كنوز دي. كل الكنوز دي ونبقى كنوز. متوقفين قدامها بشكل كبير، خاصه اننا مثلا عندنا بذكر الخزف، احنا عندنا خزف في فيوم، وعندنا خزف هنا في مصر، وعندنا خزف في النوبه، عندنا في سيوه، عندنا في قنا وجرجوس، عندنا انواع كمان كتير. وعلى فكره لان الشباب نفسهم يتعلموا خزف، يعني انا دايما ببقى ادرس في اي حته الاقي الاولاد ما لهمش علاقه بالتخصصات، مش لازم يكون فنون تطبيقيه، بس هو عنده شغف انه يتعلم خزف، فيسالني اروح اخد كورسز فين او اتعلم فين. ما فيش غير المركز الوحيد هو مركز الخزف بتاع الفسطاط. فاذا تحول التعليم ده لباب رزق اكيد هيكمل، اكيد هينقذ، ما بقاش في بطاله وبيفتح ابواب شغل للطالب من هو بيتخرج وبيشتغل على طول. انا بشكركم جدا جدا على حضوركم النهارده، وبتمنى لكم بجد كل التوفيق، كل سنه وانتم طيبين، ان شاء الله في 2019 تعملوا كل اللي نفسكم فيه، وكل ضيوفي الحقيقه بتمنى لهم في 2019 يعملوا حاجات جميله وكتيره. وقبل ما اختم انا دايما بقول يعني احنا ان شاء الله يكون في تعاون بيننا وبين باب رزق، اننا نعمل حاجه مشروع جميل كده بيننا وبينكم، يعني ان شاء الله تكون حاجه مشتركه في تصوير الحاجات، في توثيق الموتيفات اللي احنا عايزين نعملها، في الدعايه لمنتجكم، لانه في الاخر انتوا يعني بتجتهدوا عشان تعملوا حاجه جميله ان شاء الله. ميرسي لحضرتك خالص، واحنا سعداء جدا بوجودنا معاك. ربنا يخليكي، شكرا جزيلا، وتتكرر ان شاء الله. دكتوره مروه خفاجي، استاذ المساعد في قسم فوتوغرافيا وسينما وتلفزيون كليه الفنون التطبيقيه، ودكتوره علا حمدي استاذ مساعد في قسم الخزف بكليه الفنون التطبيقيه. والمره الجايه بقى عايزين يعني حاجات بقى نروح ندخل على سيوة ونطبق إن فكرة إننا نعمل سيوة والوادي الجديد والنوبة الله. نعمل بس تكتبوا عليها باب رزق إن شاء الله بإذن الله. شكرا جزيلا لحضراتكم، حلقة الخميس من باب رزق تنتهي الآن. أتمنى لكم أجازة سعيدة، أتمنى لكم إن شاء الله بكرة تعملوا حاجة جميلة كده، وفي ظل ظروف الشتاء والبرد والمطر أرجوكم كل واحد يعني بنتمنى إن اللي عنده حاجة يقدر يعملها لحد محتاج ما يتأخرش أبدا. السعادة أنت اللي هتعملها لنفسك قبل ما تعملها لحد محتاج.